الجماهير هجن القشاير يطالبونك بالناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم مشاهدين الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في موعد جديد وتطواف متجدد لآخر الأحداث اليومية مع مساء جديد أيضا من مساءات برنامج الحدث، محطات مختلفة، فقرات منوعة من هنا وهناك في كل ما يتعلق بالشان الرياضي المحلي منه والعالمي. ومثل ما عودناكم دائما وأبدا في الحدث باقة منوعة من الفقرات، من أخبار محلية أخرى عالمية، بالإضافة أيضا إلى فقرة خاصة بالسوشيال ميديا، جديد التغريدات الرياضية المنوعة، دهشة أيضا الحدث والأحداث المدهشة الطريفة في رياضات الأمس واليوم، فقرة أخرى نتحدث فيها عن ميلاد لاعب، سنتعرف على اللاعب العراقي لهذا اليوم نشأة أكرم، تاريخه الرياضي الحالي والسابق، بالإضافة أيضا إلى عدسة الحدث وأبرز التقاطات المصورين لأحداث الأمس واليوم من زوايا متعددة. وأخيرا وليس آخر مع الفقرة الأبرز والأهم من عالم الصحافة، مثل ما عودناكم في برنامج الحدث، جديد الصحافة المحلية والعربية والعالمية وعناوينها المختلفة بكل تأكيد ستكون مع الزميل العزيز عبد الله الكعبي المتواجد حاليا في استوديو عالم الصحافة. نرحب بك عبد الله الكعبي ويسعد مساك بكل خير. إذن سنكون بإذن الله تعالى مشاهدين الأحبة مع الزميل عبد الله الكعبي بكل تأكيد في عالم الصحافة بعد نصف ساعة من الآن، والبداية مثل ما عودناكم مع أبرز عناوين الحدث لهذا اليوم. يتعادل مع الأردن والشارع الرياضي في حيرة. وأخيرا سداسية في مرمى كرواتيا، المتدور الإسباني بقيادة إنريكي شكل آخر.
مشاهدينا الأحبة، ونبدأ برنامج الحدث مع أبرز الأخبار المحلية، والبداية من مراسم سحب قرعة دور 32 من مسابقة كأس صاحب الجلالة أعزه الله للموسم الرياضي 2018-2019، والتي ستقام مساء اليوم في فندق كمبنسكي بالموج مسقط في الساعة 7:30 من هذا اليوم. ستقام القرعة تحت رعاية صاحب السمو السيد حارب بن ثويني بن شاب آل سعيد، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات، ويشارك في القرعة جميع أندية دوري عمان تل، بالإضافة أيضا لأندية دوري الدرجة الأولى، كما سينضم إليهم أندية دبا، المصنعة، ينقل، الحمراء، وأهل سداب، والتي تأهلت من التصفيات الأولية للمسابقة. يذكر أن أهل سداب كان آخر الواصلين لهذا الدور بعد أن خطف البطاقة الخامسة من الدور التمهيدي بعد فوز على عبري بهدفين لهدف. إذن الكل يترقب لمراسم سحب قرعة الكاس الغالية من مساء اليوم بإذن الله، والتي ستكون في 7:30 من مساء اليوم في فندق كمبنسكي بالموج مسقط. انتهت المواجهة الودية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام منتخب الأردن بالتعادل السلبي دون أهداف ضمن معسكر المنتخب الخارجي في العاصمة الأردنية عمان. التقرير التالي والتفاصيل. بطولة الأمم الآسيوية لكرة القدم باتت على الأبواب وتدق أجراسها، ولا زال منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يعاني من النجاعة الهجومية، بل يعاني من داء العقم في خط المقدمة. فبعد رحيل هاني الضابط وعماد الحوسني عن تمثيل الأحمر العماني، لم نعد قادرين على صناعة مهاجم يربك حراس الخصم ويدك شباكهم. وظهر هذا جليا من خلال تجربة منتخبنا الوطني أمام منتخب الأردن ولبنان ضمن المعسكر الخارجي للأحمر بالمملكة الأردنية الهاشمية، بل وتفشت المشكلة سابقا في الكثير من المناسبات. الأحمر في موقعة الأردن التي أقيمت على استاد الملك عبد الله الثاني مساء الأمس جاء كوخز مؤلم على قلوب عشاقه، وظهر بصورة باهتة لم تلبي طموحات الوسط الرياضي على الساحة المحلية. وعند العودة لمجريات اللقاء، فقد شهد شوط المباراة الأول تكافؤا بين المنتخبين من ناحية الفرص السانحة والسيطرة على الكرة في وسط الميدان، وجاءت أخطر فرصة لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 31 بعد كرة حائرة في دفاعات منتخب النشامة سددها جميل اليحمدي بقوة، إلا أنها ذهبت بعيدة عن مرمى الخصم. وفي شوط المباراة الثاني دخل الأحمر العماني بوضعية أفضل مما كان عليه في بداية اللقاء، وشن عدة هجمات خطيرة كانت إحداها كفيلة للتقدم، ولكن التركيز لم يكن حاضرا من قبل سعيد الرزيقي. ورغم التغييرات التي أجراها بن فيربك بدخول محسن الغساني وعبد العزيز المقبالي وخروج محسن جوهر والرزيقي، إلا أن مسلسل العقم التهديفي استمر على ما هو عليه لينتهي اللقاء سلبيا بين الطرفين. فشمس الأمل لا زالت باقية لتصحيح المنظومة الهجومية للأحمر قبل معترك المنافسة في كأس آسيا 2019 في الإمارات. يلتقي اليوم المنتخب الوطني للناشئين مع نظيره الأندونيسي في أولى مبارياته التحضيرية ضمن معسكره الخارجي المقام في ماليزيا على ملعب ميني يوزم في مدينة نيلاي، حيث يسعى مدرب منتخبنا الوطني يعقوب الصباح للوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية قبل الدخول في المعترك الآسيوي الهام يوم 21 من الشهر الجاري في لقائه الأول أمام المنتخب اليمني الشقيق. وسيبدأ منتخبنا المباراة بالتشكيلة الأساسية التي ستخوض غمار البطولة، كما سيقوم المدرب بإجراء بعض التغييرات من أجل التأكد على جاهزية كل اللاعبين لتطبيق الخطط والتكتيكات. واستعدادا لهذه المباراة أجرى منتخبنا يوم أمس حصتين تدريبيتين على ملعب التدريب بالاتحاد الماليزي لكرة القدم، حصة صباحية وأخرى مسائية. We'll be right back.
أعلن نادي النصر عن تعاقده مع المدرب الكرواتي رادان غاسانين لقيادة الفريق الأول للنادي خلفا لعماد الدين خانكان. كما تعاقد النادي مع مواطنه الكرواتي دادمير ماركانوف مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم. وجاء إعلان النادي عبر موقعه الرسمي، وذلك بعد أن أعلن قبل يومين عن قرار فسخ تعاقده مع المدير الفني عماد الدين ومساعده عدنان منتصر والمعد البدني خالد مشرف. في أخبار المدربين أيضا، أعلن نادي الصحم عن تعاقده مع المدافع البرازيلي إيفسون قادما من نادي الفيصل السعودي، وذلك لمدة موسم واحد. وتسعى إدارة أزرق الباطنة تعزيز تشكيلة الفريق من أجل المنافسة على المراكز الأولى بدورينا وتصحيح مسار النتائج بعد أن تعرض النادي لهزيمتين ثقيلتين في الجولة الأولى والثانية أمام ظفار وصحار. من جانبها عرب اللاعب عن سعادته بالتعاقد مع الموج الأزرق متمنيا بأن يقدم المستوى الذي يرضي طموحات جماهير صحم. انهى منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد معسكره الداخلي المقام في الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك بعد خوضه 3 تجارب ودية مع المنتخب العراقي. فبالرغم من الهزائم التي تلقاها المنتخب، إلا أنه أراد تجربة عناصر أكبر للوقوف على جاهزية أحمر اليد قبل الدخول في معترك البطولة الآسيوية 8 التي ستنطلق يوم غد بالمملكة الأردنية الهاشمية. التقرير التالي والتفاصيل. قبل كل محفل رياضي لا بد أن تكون هناك خطة مسبقة من أجل المشاركة وفق طموحات أساسها التحدي ومضمونها النجاح ولا شيء سوى. فمنتخبنا الوطني للناشئي كرة اليد مقبل على المشاركة في البطولة الآسيوية 8 للناشئين لكرة اليد والتي تستضيفها المملكة الأردنية خلال الفترة من 13 وحتى 24 من الشهر الجاري، حيث سيشارك في البطولة 16 منتخبا سيتنافسون على الصعود إلى نهاية كأس العالم بمقدونيا في العام المقبل. فالمنتخب الوطني بقيادة المدرب خليل المعشري قد أجرى 3 تجارب ودية على الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مع نظيره العراقي، فقد خسر في المواجهات التي خاضها، إلا أنه قد قدم مستويات لافتة. الحمد لله رب العالمين، بقيادة جهاز فني وطني قدرنا نجمع الفريق، وحاليا الحمد لله رب العالمين بعد مباريات الودية الفريق شبه جاهز إن شاء الله بإذن الله تعالى. أتمنى من إخوان اللاعبين وأولاد اللاعبين بأن يمثلون خير تمثيل وأن يكونوا عند قد المسؤولية وهم قدها وقدود إن شاء الله بإذن الله تعالى. وعلى الرغم من الخسائر التي تلقاها المنتخب، إلا أنه يدرك أن مثل هذه اللقاءات قد تثمر في البطولة القادمة، لا سيما أن مثل هذه المواجهات قد تعتبر محطات للاختبار على قدرات اللاعبين قبل المشاركة في البطولات الرسمية. والجدير بالذكر أن منتخبنا سيتواجد في المجموعة الأولى بجوار منتخبات كل من البحرين والسعودية والصين، ما يتحتم عليه أن يخوض المنافسة بإصرار أكبر نحو تحقيق اللقب. احتضن ميدان سيح السرية بولاية أدم صباح اليوم انطلاق المحطة الأولى لفعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم 16/2018/2019 الذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني والذي يستمر ليومين متتاليين. واشتمل سباق اليوم على 28 شوطا، منها 18 شوطا لفئة الحقائق و12 شوطا للأبكار و6 أشواط للقعدان لمسافة 2 كيلومتر وعشرة أشواط لفئة اللقايا، منها 7 أشواط للأبكار و3 أشواط للقعدان لمسافة 3 كيلومتر. ويأتي هذا المهرجان تنفيذا للأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه الذي تفضل بها على أصحاب الإبل والمهتمين بتربيتها للحفاظ على الموروث الحضاري الأصيل الذي تشتهر به السلطنة والذي يجسد إرثا ثقافيا ساهم في بناء التواصل الحضاري والاجتماعي بين أبناء السلطنة على مر التاريخ.
يوم الشاع يوم الشاع في يوم الوشاع في يوم التتويج في يوم الفوز والانتصار هنا. والشاع تفوز بالمركز الأول لحمد بن سعيد بن حمد الوهيبي. مشكور ايضا هنا من يقدم شاه ايضا عامر بن صنيقير بن سالم الوهيبي. سلام بدية سلام سلام وشاح سلام على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول المركز الثاني. وصلت في المقابل تشارك الخيالة السلطانية العمانية اليوم الاربعاء في منافسات بطولة العالم لالعاب الفروسية التي ينظمها الاتحاد الدولي للفروسية، حيث ستقام البطولة بمركز ترايون العالمي للفروسية بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 124 خيلا تمثل 40 دولة. ويسعى فرسان الخيالة السلطانية العمانية المشاركين في بطولة العالم لألعاب الفروسية والجهازين الفني والإداري يسعون التمثيل المشرف في هذا المحفل العالمي الكبير وتحقيق إنجاز للسلطنة في بطولة تعد من أقوى بطولات العالم في رياضة الفروسية. جدد التحية لكم مشاهدينا الأحبة، ومن جولتنا في الأحداث المحلية ننتقل بكم إلى جولتنا العالمية تحديدا مع منتخب العراق لناشئي كرة اليد والذي خاض معسكرا تدريبيا في السلطنة تحضيرا للبطولة الآسيوية الثامنة لكرة اليد للناشئين والتي ستنطلق مساء الغد حتى 24 من الشهر الجاري وذلك في المملكة الأردنية الهاشمية. وتبدأ البطولة الآسيوية الثامنة للناشئين لكرة اليد في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 13 وحتى 24 من الشهر الجاري، فأغلب المنتخبات المشاركة قد رسمت خطة للتحضير بالشكل الأمثل قبل بدء المنافسة بأسابيع. فالمنتخب العراقي الذي اختار السلطنة كمحطة للاستعداد قد لعب مع منتخبنا الوطني 3 مواجهات حقق فيها المراد وأثبت أنه سيكون ندا قويا في البطولة القادمة. بداية أحب أن أشكر كل أخواننا في سلطنة عمان على الحفاوة والاستقبال الرائع اللي قابلونا إياها وذللونا كل الصعاب من أجل نجاح المعسكر التدريبي. منتخب عمان منتخب ليس بالسهل، منتخب جميل يمتلك لاعبين بمهارات عالية جدا. أنا هذا طبعي مع اللاعب أنه دائما أكون حاد دائما أكون حريص، حتى اللاعب خصوصا هذول اللي هم صغار السن حتى اللاعب يكون متعود دائما على الحدة، متعود أنه يلعب بجدية يلعب بصدق يلعب بأمانة. هذا مهم جدا أن احنا نعلم اللاعبين الصغار على هذا النوع من اللعب. فمدرب منتخب بلاد الرافدين الذي يرى بأن مستوى منتخبنا الوطني قد يرشحه لفرض اسمه في البطولة القادمة عمل على تهيئة لاعبيه بشكل أمثل، لا سيما أن ما يعرف عن المنتخب العراقي إنه يدخل بجديته في مختلف المنافسات سواء كانت على المستوى التحضيري أم إنها كانت ضمن منافساته الرسمية. ولكن تواجد المنتخب العراقي في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات كوريا الجنوبية والهند وسوريا قد يصعب من مشوار العراقي
العراقية، ولكنه تمكن مؤخرا من فرض اسمه في أغلب الترشيحات والتوقعات. فاز المنتخب الإسباني على ضيفه منتخب كرواتيا وصيف مونديال روسيا 2018 بسداسية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس الثلاثاء على ملعب مانويل مارتينيز ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة دوري الأمم الأوروبية. وبالرغم من الفوز الكبير لمنتخب لاروخا، إلى أن مدرب الإسبان لويس إنريكي قال بأن فريقه احتاج لجهد كبير من أجل تحقيق هذه النتيجة. علينا لا ننسى أننا أخذنا هذه المباراة ضد وصيف بطولة كأس العالم لكرة القدم. ضغط علينا هذا الخصم بشكل جيد وكان ذلك واضحا، واحتجنا إلى بذل جهد كبير لانتزاع الكرة، غير أن الأخطاء قد تحسم المباريات، وارتكب خصمنا عددا من الأخطاء التي منحتنا خيارات إضافية. تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة بأن عليهم أن يثبتوا أن إخفاق مونديال روسيا يجب علينا أن نتغلب عليه وفرض أنفسنا مجددا. ماركو أسينسيو استاد سبكتاكولار ان لا ديفينيسيون. كما أشاد مدرب إنجلترا غارث ساوثغيت بمهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الذي سجل هدفه الثاني في مباراتين لإنجلترا وساعدها على التغلب على سويسرا بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ستا كينغ باور بمدينة ليستر. حرصنا على أن نمنح راشفورد وقتا للعب لأنه جزء من مستقبل هذا المنتخب، ونؤمن بأنه موهبة رائعة ولديه إمكانيات مذهلة. تحدثت مليا معه عن الحاجة للتواجد في منطقة الجزاء وسجل الهدفين بعد تواجده في هذه المنطقة، وهذا رائع له. ندرك أن بوسعه تسجيل أهداف رائعة من مسافات بعيدة، لكن في الواقع من الصعب جدا أن تسنح لك فرصة القيام بذلك، ولذلك هو بحاجة للتواجد في المنطقة. أداؤه كان جيدا وعمله للمنتخب مذهل وأنا سعيد جدا، كما إنني سعيد جدا لأجل اللاعبين الآخرين لأنهم بذلوا قصارى جهدهم في فترة صعبة جدا. كنت على دراية بأن هذا الأسبوع سيكون صعبا للاعبين من الناحية النفسية لأنهم بحاجة لتحويل انتباههم من كأس العالم إلى هذه المباريات، كما كانت اختبارا بدنيا قاسيا على اللاعبين. لم يكن الأداء مثاليا، لكننا أنهينا ذلك بنصر، وهذا هام لمساعدتنا على التقدم. It's not been a perfect week by any means, but we finished with a win, which I think is important for us moving forward. ونبقى مع المباريات الودية، حيث تغلب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على نظيره المكسيكي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على استاد نيسان في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية. كادت المكسيك أن تتقدم في الدقيقة 16 بتسديدة بالرأس من إيديسون أفاريز، غير أن زاك ستيفان أفلح في إبعاد الكرة. آمال المكسيك في الفوز بالمباراة منيت بنكسة عندما أشار الحكم في الدقيقة 67 بالبطاقة الحمراء للاعب أنخيل زالديفار بسبب اعتدائه على ويل تراب، وبذلك استغل المنتخب الأمريكي تفوقه العددي ليتقدم في الدقيقة 71 بهدف من تايلور أدامز، وأهدر إلياس هرنانديز فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل للمكسيك في الدقيقة 86، وبذلك ينتهي اللقاء بانتصار المنتخب الأمريكي بهدف دون مقابل. كشف رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم أندريا إنخي أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسعى لتنظيم بطولة كروية ثالثة ابتداء من العام القادم. وقال إنخي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مدينة سيبلت بكرواتيا أن 96 ناديا سوف يشاركون في البطولة المقترحة التي سوف تنظم إلى جانب دوري الأندية الأبطال ودور الاتحاد الأوروبي يوروبا ليغا، وتتطلب إجازة المقترح موافقة الويفا، علما بأن إنخي رئيس نادي يوفنتوس
بيدروس هو عضو باللجنة التنفيذية للويفا التي سوف تجتمع يوم 27 من هذا الشهر في سويسرا. كان الاتحاد الأوروبي قد ذكر قبل أسبوعين في موناكو أن لجانه تدرس بعض الأفكار التي وصفها رئيس الاتحاد ألكسندر سيفيرين حينها بأنها مجرد مناقشات. يسعى ناديا برشلونة وجيرونا بمساعدة من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للحصول على تصريح من الاتحاد الإسباني للعب إحدى مباريات المسابقة بين الفريقين في الولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أن مقترح نقل بعض مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم لأمريكا الشمالية يقترب أكثر إلى حيز التنفيذ. وكان مقترح رابطة الدوري الإسباني بتنظيم بعض مباريات الموسم في أمريكا الشمالية قد أثار غضب بعض اللاعبين الشهر الماضي، وكانت الليغا قد توصلت لاتفاق مبدئي في هذا الصدد يمتد ل15 عاما مع شركة ريلافانت الإعلامية الأمريكية حول المقترح الذي يقضي بلعب كل ناد في الدوري مباراة واحدة في الأراضي الأمريكية. وربما تكون مواجهة برشلونة وجاره جيرونا التي ستقام في 27 يناير القادم هي أول مباراة تلعب في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عالم المحركات أعلن فريق فيراري لسيارات الفورمولا 1 عن رحيل السائق كيمي رايكنون بانتهاء عقده مع انقضاء منافسات الموسم الحالي. السائق البالغ من العمر 38 عام والفائز ببطولة العالم عام 2007 قضى فترتين تحت مقود فيراري، أولهما ما بين 2007 و2009 ثم ابتداء من 2014 وحتى الموسم الحالي. وأشاد بيان أصدره فيراري بمساهمة رايكنون مؤكدا أنه سوف يبقى دائما جزءا من تاريخ وأسرة الفريق. الجدير بالذكر أن السائق الفنلندي سوف يلتحق ابتداء من الموسم المقبل ولعامين بفريق ساوبر، الفريق الذي كان قد بدأ مسيرته معه عام 2001، وسوف يحل شارل لوكلر زميلا لسباستيان فيتيل في فريق فيراري بعد أن قضى موسمه الاحترافي الأول كسائق رئيسي مع سوبر هذا الموسم. فاز الأسترالي روهان دينيس بالمرحلة 16 لطواف إسبانيا للدراجات الهوائية، بينما حافظ البريطاني سيمون بيتس على صدارة الترتيب العام للطواف، حيث تعتبر هذه المرحلة سباق فردي ضد الساعة لمسافة 32 كيلومترا من سانتيانا ديل مار إلى توريلفيغا. وفاز الأسترالي بالمرحلة في 37 دقيقة و50 ثانية وتفوق ب50 ثانية عن زميله في فريق بي أم سي جوي روسكوف الذي احتل المركز الثاني، فيما أكمل البريطاني سيمون المرحلة في المركز 13 متخلفا بدقيقة ونصف عن دينيس روهان، لكنه تفوق عن أقرب منافسيه على صدارة الترتيب العام ليعزز صدارته للترتيب متقدما ب33 ثانية على فالفيردي الذي حافظ على المركز الثاني. Gracias, Juan Manuel. Vamos para nuestro supercampeón.
وأخيرا مشاهدينا، هناك الكثير من العقبات التي قد تتسبب في حرمانك من هوايتك المفضلة، ولكن قد تأتي وتتغلب عليها وتتفاجأ بعد ذلك بأن هناك قرار أو قرارات مؤلمة من اللجنة المعنية. خير دليل على ذلك ما يحدث للفتاة الأرجنتينية كانلاريا كابريرا، والتي أجبرت على ممارسة كرة القدم مع الفتيان ليأتي منعها من الرابطة المحلية لمدينة تشابس. نتابع. قد تبتسم لك الحياة لترى النور في مخيلة أحلامك، فمنهم من يعيش كاسرا للظروف القاسية، ومنهم من يتغلب على تلك الظروف القاسية ليجبر على ممارسة هواياته المفضلة مع جنس مختلف. فالطفلة كانيلاريا كابيريرا ذات 7 سنوات والتي تعيش في منطقة تشاباس الأرجنتينية والتي تبعد 80 كيلومترا من مدينة روزاريو، المدينة التي أخرجت جوهرة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي. كابيريرا التي عشقت كرة القدم لم تجد مكانا خاصا للفتيات من أجل ممارسة كرة القدم، الأمر الذي جعل من عائلتها تأخذها إلى أحد الأندية لتمارس اللعبة مع الفتيان. كابيريرا ظلت تتدرب في نادي الفتيان منذ 2 سنين، إذ لا تتوفر أندية لكرة القدم للفتيات في بلدة تشاباس الصغيرة. ولكن الخبر السيء الذي ضرب طموحات الفتاة هو تلقي إسرتها خطابا من الرابطة المحلية في شهر أغسطس يفيد بمنع نشاطات الأندية التي يلعب فيها الجنسان معا ابتداء من الموسم المقبل، ما جعل من إسرة الفتاة تطالب بإعادة النظر في هذا القرار الذي سوف يحرم الفتيات ممارسة هواياتهن المفضلة. ومع هذا الخبر مشاهدينا الأحبة ننتقل بكم مباشرة مع فقرة عالم الصحافة وجديد الصحافة المحلية والعربية مع الزميل عبد الله الكعبي. نرحب مجددا بالزميل عبد الله الكعبي المتواجد في استوديو عالم الصحافة وجديد الصحافة، يقرأها عليكم عبد الله، إليك الكلمة. شكرا لك أيمن، أرحبك وأرحب بالمشاهد الكريم عبر قناة عمان الرياضية في برنامج الحدث وفي فقرة عالم الصحافة. نستهل جولتنا في عالم الصحافة من البطولة الأغلى، حيث ستقام مساء اليوم مراسم القرعة، وسيرعى صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد أمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات بفندق كيم بنمسي مراسم سحب قرعة دور 32 لمسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس أبو بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. صحيفة الرؤية أبرزت الحدث المنتظر لتكتب في عنوانها تقول: حارب بن ثويني يرعى مراسم سحب قرعة كأس 32 للكأس الغالية اليوم. وتشارك في منافسات هذا الدور أندية دور عمان تل، السويق والشباب والنهضة والنصر والعروبة وظفار وصحم وصحار ومسقط ومرباط ونادي عمان والرستاق ومجيس وصور ومن أندية دور الدرجة الأولى الوسطى والسلام وفنجة ونزوة وقريات وجعلان وسمائل والبشاير والمضيب والسيب وبهلة وبدية وصلالة. ولحقت بهم الأندية المتأهلة من دور الدرجة الثانية بعد أن اجتازت التصفيات التمهيدية، وهي دبا والمصنعة وينقل والحمرة ونادي أهل إزداب العريق الذي حقق لقب 5 مرات في 70ياتي و80ياتي القرن الفائت. إلى أخبار الأحمر الصغير، حيث سيخوض منتخبنا الوطني للناشئين مساء الأربعاء أولى مبارياته التحضيرية ضمن معسكره الخارجي المقام في ماليزيا، وذلك عندما يلاقي المنتخب الإندونيسي للناشئين على ملعب ميني يوزم في مدينة نيلاي 12:30 بتوقيت السلطنة. صحيفة عمان قدمت اللقاء بعنوان تقول فيه: الناشئين يواجه أندونيسيا اليوم في أولى تجاربه الودية بماليزيا، وتعد المباراة فرصة لمدرب منتخبنا الوطني يعقوب الصباحي للوقوف على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل الدخول في المعترك الآسيوي المهم يوم 21 من الشهر الجاري في لقائه الأول بالمنتخب اليمني الشقيق. واستعدادا لهذه المباراة أجرى منتخبنا يوم أمس حصتين تدريبيتين على ملعب التدريب الاتحاد الماليزي لكرة القدم، حصة صباحية وأخرى مسائية. وركز خلال الحصة المسائية على تطبيق النهج التكتيكي الذي ينوي الدخول به في المباراة، حيث طبق الصباحي تكتيك الهجوم المتنوع من الأطراف والعمق وسبل الضغط على حامل الكرة وطرق استخلاصها بدون أخطاء.
خسر منتخبنا الوطني الجامعي البطولة الآسيوية الجامعية الثالثة خلال الربع الأخير من لقاء منتخب جامعات كوريا الجنوبية جيم، وذلك ضمن حسابات المجموعة الأولى التي ضمت منتخبنا الوطني الجامعي ومنتخب جامعات اليابان ومنتخب جامعات كوريا الجنوبية باء وجيم. صحيفة الشبيبة تابعت فخرجت بعنوان تقول فيه: ثلاثة أهداف في خمس دقائق تضع منتخبنا الجامعي بالمركز الرابع في البطولة الآسيوية، حيث فك المنتخب الكوري الجنوبي شفرة خط الدفاع في الدقيقة 85 عبر اللاعب هين سو قبل أن يضاعف الشمشون الكوري حصيلة الأهداف بهدف ثاني، مؤكدا حقيته في التأهل إلى الدور الثاني. الكاتب حمود الحاتمي وفي عموده الأسبوعي بجريدة الرؤية تحدث عن الوعود الوردية التي يطلقها المسؤولين عن الاتحادات الرياضية في المشاركات الخارجية، متسائلا متى يحاسب المسؤول الرياضي. إلى التفاصيل. دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في إندونيسيا عرت رياضتنا وعادتها إلى الواقع الأليم الذي يتجرعه كل من يتابع نتائج الفرق، وهي تخرج تباعا من المسابقة بعد أن خرجت علينا اللجنة الأولمبية بمؤتمر صحفي تعد بتحقيق نتائج، وإن الاختيار جاء بعد تطبيق معايير وسألت الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ وليد الخفيف الذي هو خبير بالرياضة العمانية، ولم أجد إلا معيار النتائج السابقة ومعيار دراسة إعداد الفريق، وهذا سهل، وهو المشاركة في بطولات ضعيفة وتحقيق نتائج لا تشفع لها بالتنافس الآسيوي والعالمي. المشهد في جاكرتا عكس الواقع الذي نعيشه، وهو أن مسؤولي الرياضة في عمان لا يخضعون للرقابة الإدارية، وإلا أين هي خططهم وأين هي موازناتهم وأين هي ندواتهم التي تعقد بين الفينة والأخرى؟ كيف يتم الاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية؟ اليوم مجلس الشورى الذي انتخبه الشعب عليه مسؤولية مساءلة وزارة الشؤون الرياضية عن الإخفاقات وعن الموازنات التي تصرفها على الرياضة وتذهب هباء منثور في الوقت الذي تعاني فيه السلطنة من انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية. مطلوب مساءلة الشؤون الرياضية عن الأخطاء الإدارية والمالية التي نقع فيها دون أن تكون هناك منظومة محاسبة لهذه الاتحادات. لا يكفي الرد باستغلالية هذه الاتحادات، وإنما تكون مساءلة مالية وإدارية. ما معنى أن يصرف الاتحاد 200,000 ريال وهو لا يقيم دوري؟ ما معنى سفريات مسؤولين تتجاوز 20,000 ريال في العام الواحد؟ هذه الثقة العمياء في الاتحادات والتعويل على الجمعيات العمومية التي هي في الأساس أحد أسباب فشل رياضتنا بسبب المصالح وعدم اختيار الأعضاء الفاعلين لهذه الاتحادات كارثة كبرى. فالرياضة العمانية بحاجة لقانون رياضي يحاسب المخطئ ويكافئ المجيد، وإلا لن نتقدم قيد أملا. هناك أوصياء على اتحاداتنا يتمثلون في شخصيات عمرت في مناصبها عقودا من الزمن، وحان الوقت أن تترجل عن كراسيها وتتيح المجال للأفكار الشابة الخلاقة التي تنهض برياضتنا. فقد مللنا من صاحب خبرة ولاعب سابق وهو لا ينتج. لا نريد خبرة جامدة، نريد أفكارا تترجم إلى عمل منظم. فأهلا بشباب قادمين لحمل رياضتنا بالعلم والمعرفة والثقافة والمهارة الإدارية ونكران الذات، وجعل عمان أولا وقبل كل شيء. عمان بلد عظيم وحاضرة بقوة في مختلف المنافسات العالمية السياسية والاقتصادية، عدا المناسبات الرياضية التي تدخل فيها بعلم الافتتاح وتخرج بخفي حنين. يخجل من يتابع تلك المنتخبات وهي تخرج تباعا ويتجرع ألما وحسرة. أين التخطيط الاستراتيجي الذي نتغنى به؟ إلى أخبار أنديتنا، فقد قررت إدارة نادي النصر برئاسة الشيخ عامر بن علي الشنفري فسخ عقود الجهاز الفني متمثلة في المدرب السوري عماد الدين خانكان ومساعده عدنان منتصر والمعد البدني خالد مشرف، وذلك من خلال الاجتماع الذي ضم الأطراف المعنية مساء أمس الأول بمقر النادي، وتم خلاله الاتفاق على فسخ العقود بالتراضي. صحيفة عمان تناولت الخبر في عنوان جاء فيه:
إدارة النصر تفسخ عقد الجهاز الفني للفريق الأول، حيث أتت إقالة الجهاز الفني من خلال ما تم أو من خلال ما قدمه الفريق الكروي من مستوى ونتائج لم تكن في طموحات إدارة النادي. من جانب آخر، وصل صباح أمس المدرب الجديد الكرواتي رادان الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق الكروي الأول بنادي النصر خلال المرحلة القادمة، والذي يملك خبرة ميدانية كبيرة في عدد من الأندية العربية وحقق معها العديد من الإنجازات. إلى عالم الفروسية، حيث تشارك الخيال السلطانية العمانية اليوم في منافسات بطولة العالم لألعاب الفروسية والتي ينظمها الاتحاد الدولي للفروسية بمدينة ترايون بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية بمركز ترايون العالمي للفروسية. وسيتنافس فرسان السلطنة في بطولة كأس العالم للقدرة والتحمل التي يشارك فيها 124 خيلا من 40 دولة في مختلف دول العالم. صحيفة الوطن تناولت الخبر في عنوان جاء فيه: اليوم الخيالة السلطانية تشارك في بطولة العالم لألعاب الفروسية بأمريكا. هذا وقد وجه معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني بالغ شكره لفرسان الخيالة السلطانية المشاركين في بطولة العالم لألعاب الفروسية وللجهازين الفني والإداري على الجهود المبذولة من أجل تمثيل السلطنة في هذا المحفل العالمي الكبير، وحثهم على مواصلة العطاء لتحقيق إنجاز للسلطنة في بطولة تعد من أقوى بطولات العالم في رياضة الفروسية. نقص شريط جولتنا في الصحافة العربية من الإمارات، فقد اقترب سبيستيان تيغالي هداف الوحدة من تمثيل المنتخب الإماراتي وبات مرشحا ضمن خيارات الإيطالي زاكيروني مدرب الأبيض لما يمتلكه اللاعب من سيرة حافلة وعطاء مستمر بلا حدود. صحيفة الاتحاد أبرزت الخبر وخرجت بعنوان تقول فيه: تيغالي يصنع المجد مع العنابي في 5 مواسم. وتشير المتابعات إلى أن اللاعب بصدد إجراء الفحوص الطبية تمهيدا لإنهاء إجراءات انضمامه إلى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة. كما تفيد المتابعات أن تيغالي لن يكون الأخير، حيث ستتم الاستفادة من كل اللاعبين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لتدعيم صفوف الأبيض خلال السنوات المقبلة. إلى قطر، حيث اختتم المنتخب القطري لكرة القدم مبارياته التجريبية بفوز مستحق على المنتخب الوطني الفلسطيني ب3 أهداف نظيفة. جاءت الأهداف جميعها في الشوط الأول، وذلك في المباراة التي جرت أمس في استاد خليفة الدولي في إطار إعداد المنتخبين إلى نهائيات آسيا 2019. صحيفة الوطن رصدت المواجهة لتخرج بعنوان تقول فيه: ثلاثية وتكريم بالمئوية. وهذا وقد حظي الدولي حسن الهيدوس قائد العنابي بتكريم خاص من قبل سعادة الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وذلك قبل انطلاق مباراة الأدعم مع المنتخب الفلسطيني في إطار إعداد المنتخبين للاستحقاقات المقبلة. وجاء تكريم الهيدوس بإهدائه قميص الأدعم يحمل رقم 100، وذلك بعد وصوله إلى المباراة رقم 100 في مشواره مع منتخب بلاده. في المملكة العربية السعودية، أصبح قصي الفواز وحيدا في سباق الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما يفتح له الباب ليكون الرئيس المقبل لاتحاد كرة القدم بالتزكية، خلفا لعادل عزة الذي استقال من منصبه خلال شهر أغسطس الماضي. صحيفة المدينة تناولت الخبر في عنوان جاء فيه: الفواز المرشح الوحيد لاتحاد كرة القدم. هذا وأعلن اتحاد كرة القدم في بيان رسمي له أمس أن قصي بن عبد العزيز الفواز أصبح المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد كرة القدم في دورته المقبلة والتي ستستمر ل4 سنوات. وأوضح بيان اتحاد الكرة أن لجنة الانتخابات بعد تدقيق أوراق المتقدمين للترشح لمنصب رئيس الاتحاد ونائب الرئيس وعضوية الاتحاد، فإن قصي الفواز كان المتقدم الوحيد الذي استوفى شروط الترشح، وعليه أن يتقدم بقائمة الانتخابية خلال موعد أقصى 23 من سبتمبر الجاري.
نختتم جولتنا العربية من صحيفة الأنباء الكويتية، حيث أكد مدرب الأزرق الكرواتي يوزاك أن المنتخب الكويتي دخل المباراة الودية الدولية أمام العراق والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بارتباك في الشوط الأول، ولكن كسر هذا الأمر في الشوط الثاني وكان الطرف الأفضل بعد تحرر اللاعبين من الضغوط، لتخرج الصحيفة بعنوان على لسانه قائلة: أحتاج إلى الوقت لعلاج نقاط الضعف. حيث أضاف يوزاك في حديث له مع الأنباء أنه بحاجة لوقت، لا سيما أنه قاد تدريبات المنتخب الوطني لعدة أيام فقط قبل مواجهة منتخب العراق، مشيرا إلى أن المنافس يعتبر فريقا جيدا ولديه مدرب جيد ونوعية عالية من اللاعبين أيضا. وبين يوزاك أن إيقاف الأزرق لمدة 3 سنوات تقريبا سببت فوارق كبيرة بين المنتخب الوطني والمنتخبات الأخرى، وعلينا العمل خلال المرحلة المقبلة على تقليل هذه الفجوة لتحقيق الأهداف المرجوة. وجولتنا في الصحافة العالمية نبدأها من الصحف الإسبانية، فقد حقق المنتخب الإسباني فوزا كاسحا على ضيفه المنتخب الكرواتي بسداسية دون رد، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب مانويل فاليرو في إطار مباريات القسم الأول من دوري الأمم الأوروبية. صحيفة الماركا أثنت على منتخب لاروخا فخرجت بعنوان تقول فيه: برافو، المباراة التي شهدت تكريم اللاعب إيفارا كاديتش لتخطيه 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده تحولت إلى واحدة من أسوأ الكوابيس الكروية له ولزملائه، وذلك بعد السقوط بهذه النتيجة العريضة. وقالت الصحيفة: المنتخب الجديد تحت قيادة إنريكي يسحق وصيفة بطل العالم لعبا ونتيجة. الماركا أيضا تغنت بالنجم الواعد للإسبان ماركو أسينسيو، والذي نجح في تسجيل أول أهدافه الدولية في الدقيقة 33 بتسديدة قوية بيسرى، ولم تمر سوى دقيقتين حتى سجل أسينسيو بنفس الطريقة هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلاده. وفي إيطاليا لا تزال خيبات المنتخب الإيطالي تتواصل بعد تلقيه الخسارة أمام مضيفه البرتغالي ب0-1 في لشبونة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية. صحيفة الكوريري ديل سبورت اختصرت الحال في عنوان قالت فيه: غروب الأزوري. وقالت الصحيفة: إيطاليا صغيرة تحت إدارة مانشيني، فبعض الخيارات محل تساؤل ولا يوجد أي يقين حول المستقبل. هزيمة البرتغال أطلقت الأزمة، ومانشيني يلام بكثرة تغيير التشكيلة والخطة حتى الآن، ونحن نخاطر بالهبوط للتصنيف باء. ويبدو أن مرحلة البناء لن تكون سهلة في المنتخب الإيطالي الذي غاب هذا الصيف عن نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 58، ما دفعه للتخلي عن مدربه جامبيرو فنتورا. بهكذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة عالم الصحافة، عودة للزميل العزيز أيمن الفجراني وما تبقى من أخبار الحدث، فتفضلوا بالبقاء معنا. إذن شكرا لك الزميل العزيز عبد الله الكعبي على هذه الجولة من الصحافة المحلية والعربية والعالمية، ونواصل وإياكم مشاهدينا الأحبة فيما تبقى من وقت أيضا فقراتنا المختلفة في برنامج الحدث. وصلنا بكم إلى فقرة السوشيال ميديا وأيضا جديد التغريدات الرياضية المنوعة. مباشرة إلى أول التغريدات من موقع الدوري العماني، تحدث عن كأس جلالة السلطان المعظم في الهاشتاج، الحديث الخاص بهذه الكأس الغالية وقرعة دور 32 تقام الأربعاء، تقام اليوم قرعة دور 32 لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد حرب بن ثويني بن شاب آل سعيد مساعد أمين عام مجلس الوزراء للمؤتمرات في فندق كيمبنسكي بالموج مسقط في الساعة 7:30. وهذا هو الحدث المنتظر مشاهدين، ترقب كبير لمجريات الكاس الغالية وأحداث هذه القرعة التي ستكون بالتأكيد منقولة مباشرة عبر شاشة عمان الرياضية. هناك أيضا فقرات منتظرة تسبق القرعة بالحفل المنتظر مساء اليوم. التغريدة الثانية أيضا من حساب موقع الدوري العماني،
في خبر يقول الشباب، وهنا الخبر بقولها الفاضل حمزة البلوشي وأعضاء مجلس إدارة نادي الشباب يلتقون بممثل المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لمناقشة آليات الدعم الإعلامي لمباراة الهلال السعودي ضمن بطولة كأس العرب. وهنا صورة للاجتماع، وهذه الصورة كانت حديث التويتريين بالأمس لاغ. هي مبادرة طيبة بكل تأكيد، وأيضا اجتماع نتمنى أن يكون مثمر للخروج بصورة إعلامية إلكترونية مميزة في اللقاء الهام المنتظر مع الهلال في بطولة كأس العرب. التغريدة التالية من الاتحاد القطري لكرة القدم والحديث عن حسن الهيدوز كابتن ولاعب المنتخب الوطني ينضم إلى نادي المئة بعد أن لعب 100 مباراة رسمية مع المنتخب. وطبعا هذا المهاجم القطري حسن الهيدوز ونادي السد يكون بالتالي سادس قطري تقريبا يدخل نادي المئة رفقة سيبستيان سوريا وأيضا عديد الأسماء مثل وسام رزق وعادل خميس وغيرهم الكثير. وهذه كانت الصورة بعد لقاء المنتخب القطري مع الصين. في تغريدة أخرى أيضا من نادي النصر السعودي وعبر الحساب الرسمي لنادي النصر تحدث عن بحضور مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو وعدد من نجوم العالمي. يبدأ مساء اليوم طرح طقم الفريق الأساسي للبيع، وذلك من خلال احتفال سيقام في مقر متجر النصر في الرياض. وهذه الصورة أبلغ دليل على الترقب لهذا الحدث الكبير الذي يعتبره مشجعو ومحبي العالمي في انتظار الحفل الذي سيقام مساء اليوم. بالإضافة أيضا سيكون في هذا الحفل عقد رعاية جديد مع شركة طيران خليجية، وبالتالي البداية موفقة لنادي النصر السعودي الذي يبدأ موسم كبير هذا العام. في أخبار الكرة العالمية تغريدة تقول الرياضية في أولى صفقات خالد البلطان رئيس الشباب العائد، عرض ب 15 مليون ريال مقدم لإدارة الهلال لنقل خدمات نواف العابد بالإعارة. وهنا صورة تظهر فيها نواف العابد وأيضا خالد البلطان رئيس الشباب الحالي بعد استقالة أحمد العقيل من رئاسة الشباب، تكليفه أيضا لمدة عام. وأيضا هناك مهلة منح مهلة لتشكيل مجلس إدارة جديد في الشباب بضم لاعبين، يطمح لضم لاعبين كبار بحجم نواف العابد لتحسين أوضاع الشباب من أجل المنافسة بجدية هذا الموسم. في بوابة العين الرياضية تغريدة عن إنفوغرافيك عن أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية والذي سيقام بالإمارات 2018 من هذا العام. وهنا في هذه التغريدة صورة لأسعار تذاكر المباريات من الدرجة المميزة الفئة الأولى والفئة الثانية وغيرها لمن يحب أن يطلع عليها، متواجدة في تغريدة بوابة العين الرياضية ولمن يرغب أيضا في الحضور. ريال مدريد بالعربي في حسابه عبر تويتر يقول لوكا مودريتش من خلال مباراة يوم أمس ضد إسبانيا، مودريتش المرشح كأفضل لاعب في العالم ذا بيست في صورة تظهر لنا في التغريدة بعد سداسية اللاروخا بالأمس، تظهر بكل تأكيد الحسرة والتراخي للكروات مع امتعاض شديد تابعنا في مباراة الأمس من المدرب داليتش، غير متوقع ما حدث في صفوف كرواتيا وصيف روسيا 2018 بالأمس، وسداسية موجعة بعد عطاء كبير قدمه المتدور الإسباني في لقاء الأمس أمام كرواتيا. أيضا ريال مدريد بالعربي في تغريدة أخرى تحدث عن تصريح لوكا مودريتش بقوله يوم صعب للغاية بالنسبة لنا، وهذا تأكيد أيضا للتغريدة السابقة التي من خلالها تظهر الحسرة لهذا اللاعب الكبير لوكا مودريتش، وكل الأنظار تتجه نحوه لتتويجه ربما بجائزة ذا بيتس. وأخيرا مع حساب برشلونة العالمي يقول رسميا الحكم ديل سيرو جراندي سيدير لقاء برشلونة وريال سوسيداد في الأنويت، وهي مباراة منتظرة مقبلة من الدوري الإسباني، وهذا الحكم صاحب 42 عام سيدير هذا اللقاء، وجماهير برشلونة ترى في هذا الحكم نظرة تفاؤل دائما عندما يدير لقاءات برشلونة، دائما ما يفوز فيها البرسا
في لقاءاته في الدوري الإسباني. هكذا إذن مشاهدينا الأحبة كانت هذه فقرتنا في السوشيال ميديا، تابعنا وإياكم عديد الحسابات الرياضية والتغريدات الرياضية المختلفة. ننتقل بكم بشكل سريع إلى فقرة أخرى نتحدث فيها عن ميلاد رياضي، والتي تشهد في هذا اليوم مولد النجم العراقي السابق نشأت أكرم، والذي يعتبر أحد أبرز النجوم الذي أنجبتهم الكرة العراقية والعربية. هناك القليل من النجوم الذين يصمدون في ذاكرة الناس على المدى الطويل من الزمن، لتكافأهم الجماهير بالخلود الطويل في الذاكرة. النجم العراقي الأنيق نشأت أكرم واحد منهم، والذي ولد في مثل هذا اليوم في 12 سبتمبر من عام 1984. الفتى الأنيق وقع تحت نظر شيخ المدربين العراقيين المرحوم عمو بابا، لتبدأ مسيرة اللاعب مع الدوري العراقي، والذي تنقل خلاله بين 4 أندية في ظل نافس للظفر بالموهبة الجديدة للكرة العراقية في موسم 2003. بدأت مسيرة النجم في رحلة الاحتراف خارجيا بعد أن وقع للنادي العالمي النصر السعودي، قبل أن ينتقل بعد عام لنادي شباب، والذي شهد معه بزوغ شمس التألق والتلألؤ في الساحرة المستديرة، حيث توج في عام 2006 كأفضل لاعب محترف في الدوري السعودي، ليتوجع على إثر ذلك لتجربة احترافية جديدة مع نادي العين الإماراتي الذي كان في قمة توهجه، قبل أن ينتقل لنادي الغرافة، والذي جذبت مسيرته مع النادي القطري أنظار فينتيانج خيدا الهولندية، والذي كان يشرف على قيادته المدرب الإنجليزي المخضرم ستيف ماكلارين. المايسترو يعد من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة العربية، بعدما جاءت مسيرته الكروية حافلة بالألقاب والتجارب الاحترافية الناجحة بين الخليج وأوروبا. نشأت أكرم صنع مع منتخب بلاده أسود الرافدين المعجزة الكروية التي ستبقى خالدة في أذهان العراقيين، عندما قاد منتخب بلادها إلى لقب كأس آسيا عام 2007. إذن مسيرة حافلة من العطاء لهذا اللاعب الأنيق نشأت أكرم. وإلى فقرة أخرى أيضا في دهشة اليوم اخترناها لكم من قرعة دور نصف النهائي في بطولة كأس سازوكي لكرة القدم المقامة في بنغلاديش، والتي أهلت المالديف بعد أن تعادلت بنفس الرصيد من النقاط مع سريلانكا في منافسات المجموعة الأولى، لتقوم اللجنة بأحداث قرعة بين المنتخبين، ليقوم بعدها لاعب المنتخب المالديفي بالسجود في الملعب بعد أن ابتسمت لهم القرعة. نذهب بكم إلى فقرتنا الأخيرة عدسة الحدث وأبرز وأهم التقاطات عدسات المصورين من زوايا مختلفة. وصلنا بكم إلى الختام، شكرا لكم على كرم وطيب المتابعة، في أمان الله.